الواقع يا أخي الكريم أن مصر الآن لا تملك أن تكون دولة كبرى، ولا أن يكون لديها مشروع لا في نفسها ولا في الدول المحيطة بها. يعني منذ عصر مبارك والدور المصري يتقلص، أو على الأقل يعني على الأحرى منذ بدء عصر العسكر والدور المصري ينهار إقليميا ودوليا حتى وصل إلى أدنى مستوياته مع انقلاب السيسي. لا، فالجيش المصري الآن والنظام المصري ليس إلا مرتزقة بالمعنى الحرفي للكلمة. هو ليس لديه مشروع، هو مجرد حد يؤمر فينفذ، ولذلك هو يستعين يعني الدول الأخرى. الإمارات مثلا وإن كان لديها فائض مالي إلا أنه لديها فقر كبير بشري، فهم يستعينون بالفائض البشري الموجود عند المصريين من خلال الجيش المصري الذي يعني يصل بالاحتياطي إلى مليون شخص، من خلال تنفيذ هذه العمليات القذرة مع وجود الدعم المالي. فتتلاقى الرغبات والأهواء، أولا الرغبات الأيديولوجية التي تتمثل في معركة العسكر والعلمانية ومعركة الاستبداد والحرية ومعركة الإسلام والعلمانية حقيقة، لأنه لابد أن نفقع أن أصل المعارك في هذه المنطقة هي معركة الإسلام والعلمانية وإن تغطت لأمور أخرى. فهو يتلقى المال من هنا، يعني يتلقى المال لكي يدير به أموره ويثبت به انقلابه في مصر، بمقابل أن يضحي بالشباب المصري والأفراد المصريين في هذه العمليات العسكرية الخطيرة التي لا تستطيع دول الخليج التي يعني التي تعاني من ضعف بشري أن تقوم بها بنفسها. لكن هل له مشروع؟ لا يمكن أن يكون له مشروع وأنت ترى يعني السيسي يعبر عن مستوى عقل في نهاية التفاهة ويثير الاستغراب والضحك والاستجاب. رجل يرى نفسه طبيب الفلاسفة ويعيش على الماء 10 سنوات ويعني يتكلم بكلام أدنى، مثل هذا لا يمكن أن يكون لديه مشروع لينفذه أصلا. فالواقع أنه مجرد طرف مستخدم، فهو أداة الأداة، يعني هو أداة في يد المشروع الغربي.